شو الموضوعنا الأولاني في موضوع أنباء عن وفاة سجين بسجن المنستير بسبب الإهمال. خلنا ناخذوا مزيد من التفاصيل من الأستاذة المحامية غادة قطاري اللي تدون على الفيسبوك متاعها وتقول تخطف قضبان السجون بالأمس أب لخمسة أطفال ترك وراءه أم تكلى وزوجة أرملة. متى سيتمكن السجين من التمتع بحقوقه الحق في الصحة والعلاج، حق السجين في العناية الصحية بين المعايير الدولية والواقع؟ يموت الفقيد رحمة الله حريفي المصاب الجلل، وكان الله في عون عائلته وجبر الله فوائدهم، البركة فيكم. أستاذة غادة قطاري معايا بالتليفون. أستاذة مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا، شكرا يا علي على الاستضافة، مشكور جدا، شكرا على قبول الدعوة، البركة في العائلة الكل. دونك خلي قبل ما نحكي الساعة، انت تقول هذا يا أب لخمسة أطفال، الحقيقة كانت تعطينا شوية معطيات عن السجين بدون ذكر اسمه، من عائلة موسورة ولا علاش تخلى الحبس من أصله، هو موقوف وإلا مسجون ومحكوم؟ أعطينا شوية تفاصيل. قبل كل شيء نحب نعرف بصفتي الثانية أني رئيسة الفرع الجهوي للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق وحقوق الإنسان والإعلام بولاية سوسة والمنستير. مرحبا. شكرا يا عايشك، ومحامية للفقيد الموقوف وليس معناها سجين، هو لازال على ذمة التحقيق في موقوف قضية على ذمة التحقيق، واضح أي؟ أي في قضية تكوين وفاق من أجل اجتياز الحدود خلصة الحرق. المنوب الحقيقة معناها تعكرت حالته الصحية منذ أسبوع، حاولت عائلته تتصل يعني بسيد مدير السجن، تصلوا بالمرشد في العلاقات مع المواطن في سجن المنستير. الحقيقة هي زوجته كانت تتصل بي نهار الخميس الفارط، قالت لي زوجة معناها حالته صحية تعكرت وتحب معناها تخرجوا يعني في علاج يعني خاص لبرا، وهو كما نعرفوا انه هو ممنوع بطبيعة الحال، هو باش مريض لو كانت تسمح، عنده مرض معين ولا مرض بسبب بالحبس؟ هو عنده مرض السكري. السكري به ديابيتي، مرض السكري أي هو ديابيتي، لكن الحالة الصحية نتاعو كونه هو معناها تعكلت لمدة أسبوع، ما نصورش أنها تنجم تكون حالة ديابيتيك، خاطر ديابيتيك تنجم يعني تعطي مؤشرات يعني نتاعها نهارين، هو عنده مؤشرات أخرى، راجل يحس أنه بدنه تعب ما عادش ينجم يتحرك. زارته آخر مرة نهار ثلاثة، جيبوه لها زوز أعوان معناها بالحملة، ما ينجمش يتحرك بالكل، ما عادش ينجم يمشي. هي الحقيقة كانت اتصلت بي نهار الأربعاء الصباح وين كنت في تنقل في تونس العاصمة، قلت لها حاول كيفاش تتصل معناها بمدير السجن، راني مادام أني في تونس باش نحاول نزوره نهار الخميس اللي هو البارح. حاولت زوجته، كلمت سيد مدير السجن، كلمت الطبيب متاع السجن، زيدا ما تحصلتش عليه، تحصلت على الفرملية الموجودة الغادي، مشيت حتى للمجدة في العلاقات مع المواطن، قالت لهم راهو راجلي حالته غير طبيعية ماشية وتتعكر، إلا أن حسب يعني أقوال يعني الزوجة، زوجة يعني الحريف المواطن هذا اللي وفته ألمانية، تقول أنه كل مرة معناه يقولوا لها طبيب يجي ساعتين بركة في النهار، تنشوفوا نعديوا عليه، عديوا عليه قالوا لها راهو لاباس، قالت لهم كيفاش لاباس من الجمعة اللي فاتت، الجمعة هذه راجلي معناها ما نشوفش، قاعد يتعكر بشكل رهيب، معناتها بشكل رهيب، تعكرت بشكل رهيب. انت ما زرتوش استاذة، انت ما قابلتوش قبل الوفاة؟ زرته قبل الاسبوع، قبل الاسبوع هذا عندي 10 ايام ملي زرته. كانت حاسه ما تشكلكش من شيء ما، من معامله ما، من اي لا في خصوص المعامله، لكن الظروف الصحيه الموجوده في السجن، حكم قال لي انه الناس معناها الغادي معناها اول شيء معناها فما شبابك يعني محلولين في البرد، الفرش نتاعو بحد الشباك قد قال لي معناها سير فيها 20 شخص معناها فوق بعضهم، قال لي معناها اكتظاظ رهيب في السجن،
ظروف غير ملائمه بالكل. هو معناها الحقيقه التمس مني اني باش نحاول كما نقولوا نعمل مجهودي في القضيه خاطر يحب يخرج. لكن معناها ما توقعتش انه باش تكون معناها الظروف هذه الغير ملائمه في السجن باش تاثر له على معناها حالته الصحيه وتتعكر بالطريقه هذه. واضح. قديش عمره استاذه؟ 37 عام. 37 سنة. عنده 5 صغيرات حسب ما دونت انت. عنده 5 صغيرات. عنده أصغر طفل عمره 8 شهور. عمره 8 شهور أصغر طفل. أكبر طفل عمره 12 سنة. عنده 4 أولاد وطفلة. حقيقة مأساة مأساة لأنه من جمال من أصله من مقنين. من مقنين. هي الوضعيه الحقيقه ماساويه بحكم انه زوجته نهار الاربعاء كانت على اتصال بي واني في تونس معناها كنت عندي معناها ديبلاسمون. الحقيقه قعدت نبعث فيها امشي شوف امشي ما حبش يلتفت لها حتى حد. وليت اني باش نمشي نزوره نهار الخميس. كي مشيت الصباح نهار الخميس نلقى المنوب معناها اللي هو معناها موقوف على ذمة التحقيق. نلقاه وفاته المنية. لقاوه معناها متوفي ما حبش يقوم. يقوموا فيه ما حبش يقوم. 9 متاع الصباح أعنوا الأخبار. حتى مشيت باش ناخذ بطاقة زيارة معناها الأخبار وصل للسيد قاضي التحقيق. معناتها أنت كي مشيت باش تاخذ بطاقة الزيارة علموك بالوفاة. للمرة الثانية أعلموني بالوفاة. مشيت باش ناخذ بطاقة زيارة اللي زرته قبل. مشيت خاطر على إثر اتصال زوجته وفسرت لي حالته الصحية. حبيت كيفاش دونك حبيت تمشي تشوف شنو الوضعية وتقف على عينيك يا أخي. أعلموك بحالة الوفاة وقتها. القوه متوفي 9 تاع الصباح حسب ما تقولي أنت. وطبعا صارت كل الإجراءات من بعد التشريح وكذا. بطبيعة الحال. وعملية الدفن صارت اليوم ولا؟ لا ما زالت هو إلى حد الآن ما زال في التشريح. شوفوا معناها اسباب الوفاه معناها يشرفوا على تقرير الطبيب الشرعي واسباب دونك. ما زالت عمليه الدفن توت فاسون عزي والعائله الكل ان شاء الله ربي يرحمهم. فما نوايا الذهاب بالتقاضي ضد الاهمال ضد شيء من هذا القبيل استاذه ولا حد الاعلام في وسائل الاعلام وكهو؟ هو الحقيقة إلى حد الآن زوجته معناها في غيبوبة باعتبار أنها عبارة يعني أم نافس يعني 8 شهور يعني ما زالت أم مرضعة 8 شهور وعندها 5 صغيرات في كرومتها ممشي شوية. عندها 5 صغار بالحق معناها وضعية مزرية جدا. أمه ما عندها كان هو ولد باقي كلهم بنات. الحقيقة وضعية بالحق يؤسف عليها. هو في اخواته الولد الوحيد المتوفي. هو الولد الوحيد. البقية كلهم بنات. كلهم بنات. لا إله إلا الله. وكان ناوي يحرق هو فماشي ما يحسن وضعيته. هذه هو تشد في حرقة. وضعية هي وضعية بالنسبة للأمور اللي تخص هذه الاجتياز الحدود خلفها. وليت منتشرة بكيفية غريبة. ولو احنا باش ندخلوا في الموضوع هذا يطول الحديث انه معناها هذه الفكرة اصبحت تخامر جل شباب التونسي معناها بعد الوضعيات الاقتصادية اللي معناها كما نعرفوا يعني. واضح. انتشرت الفكرة هذه عند أغلبية الشباب. لكن بالحق نداء راهو بالنسبة للوضعيات أستاذة. في السجون. نعرفوا انه هما المسؤولين يحبوا يكونوا معناها على قد المسؤولية. لكن بالحق معناها فما مش نقول تقصير هو مش تقصير هذاك حدهم على خاطر برشا اكتظاظ في السجون. اكتظاظ والظروف نتاع البنية في حد ذاتها وتقولي شبابك في البرد هذا ما يتسكروش انت حسيل. واسمع السجون وحدها زاد موضوع اخر. شكرا ليك استاذ الله يرحمه هو وان شاء الله ربي يكون مع العائله هذه. تعزينا للعائله تعزينا للارملته تعزينا الام ايضا وخاصه لصغيرات اللي ترزاو فيه. في كل الحالات نتمنى انه كان شكون يسمع فينا ويحب يتصل بيك للمساعدة في العائلة هذه ما نجم نمدوا تليفونك في إطار أنه يساعدوا العائلة هذه على ظروفهم الصعيبة. 5 صغيرات صغرهم 8 شهر أكبرهم 12 شهر. الحقيقة المسؤولية صعبة جدا. شكرا لك لله. شكرا لك أستاذة غادة كتاري المحامية.